مساء الخير، غنحضروا حالة الكرامبل بالإجراس واللوز. نحتاجوا في المقادير 120 غرام زبدة، 2 إجراسات مقطعين، 5 المعالق ديال اللوز مهرمش، 8 المعالق ديال السكر، و 5 المعالق ديال الطحين الكامل، ومعلقة كبيرة ديال القرفة. غنحطو البعويد في التحت ديال المول، نخلطو الزبدة، السكر، الدقيق والقرفة، كنخدموهم غير بالصباع. حتى كنحصلوا على خليط مفرتز بهذا الشكل. غنديروه فوق الإجراس او البعويد مقطع، وندخلوه للفران. ونقدموه بالصحة والراحة.